يستهويك منظر البحر المترامي الأطراف في سكونه وهدوئه المخيف، وهو يستقبل قطرات المطر النقية. فالبحر في كل عالمه الساحر يجذب من يزوره صيفاً وشتاءً ليكون ملاذ أسرار الكثيرين، فالذين يرموا أحزانهم وأفراحهم على شواطئه المزدحمة ليكون مصدراً للراحة النفسية والترفيه ولقاء الأحبة والأصدقاء. هذا البحر الذي أعطى للاذقية قيمة اقتصادية وتجارية كبيرة لتكون مفتاحاً للاستيراد والتصدير من خلال مرفأها الهام الذي يسمى مرفأ اللاذقية. هذه مدينة اللاذقية التي يعود تأسيسها إلى حوالي 300 قبل الميلاد، عندما أسسها القائد اليوناني سلوقس ديكاتور، أحد قواد الإسكندر المقدوني. طبعا هذه اللاذقية التي تعرف أو من إحدى مسمياتها البحرية. لماذا سميت اللاذقية بالبحرية؟ طبعا من أطلق عليها هذا الاسم هو بطليموس أبو الجغرافيا الذي عاش في القرن الأول الميلادي. سميت بالبحرية لتمييزها عن باقي المدن التي سميت باللاذقية، إذ كان هناك 8 مدن سميت باسم اللاذقية أطلقها سلوقس نيكاتور على هذه المدن التي أسسها تيمنا باسم والدته وتكريما لوالدته. أما اللاذقية أو التي عرفت بالبحرية، لماذا هي تعرف بالبحرية؟ لأن اللاذقية تمتد في كرأس يحيط بها البحر من جهات ثلاث، وهي شبه جزيرة. واقع الكورنيش الغربي الآن مختلف عما كان عليه سابقا. أولا كلمة الكورنيش، خلينا نوقف عن كلمة الكورنيش. كلمة الكورنيش هي لفظة أو كلمة فرنسية وتعني حافة نهر أو حافة بحر، يعني الرصيف، كل رصيف معبد فيطلق عليه كورنيش إذا كان يحف بنهر أو بحر. طبعا من خلال هذه التسمية وكما قلت كلمة فرنسية يشير إلى أن الكورنيش بجمال الغربي، بجمال جداره الباقي من يوم تأسيسه، إنه قد رصف أيام الانتداب الفرنسي على سوريا. وبالواقع هو لو أتينا به من جهة الشرق إلى اتجاه الجنوب نراه كان يمتد، هناك معمل كان يسمى معمل الزيوت، كان إضافة إلى ذلك مكان للدباغة، مكان لدباغة الجلود، ومكان آخر يسمى كاز خانة. كان الأهالي اللاذقية يذهبون ويحملون صفائحهم التنكية أو جرارهم ويملؤون مادة الكاز لأجل الفوانيس واللوكسات التي كانت تعمل آنذاك على مادة الكاز، فأطلق عليه اسم الكاز خانة. إضافة إلى ذلك كان هناك أيضا مسلخ أو ما يسمى بالمسبح. طبعا نقل هذا المسلخ في نهاية الثمانينات من القرن الماضي إلى منطقة أخرى بعيدة عن المدينة. إضافة إلى ذلك كان هناك منطقة مفتوحة تسمى، كنا نسميها نحن بذكر وسموها آل اللاذقية بالفرشة، لأن البحر كان بها مثل شارشات سليب كومفورت، فأهالي اللاذقية أو بعض الشبان والأولاد ينزلوا يسبحوا فيها. إضافة لذلك تبدأ سلسلة مسابح على حافة الكورنيش. هناك نادي صف الضباط تابع للجيش والقوات المسلحة، نقل هذا النادي إلى الطرف الآخر ومسبح لنقابة المعلمين، ثم يأتي مقر نادي ضباط حامية اللاذقية بجانبه تماما، وما زال طبعا هذا المقر قائم لهذا التاريخ وهو جميل جدا. إضافة لذلك كان هناك مقهى العصافير وما زال هذا المقهى، كان من يجلس به يشعر بنفسه كأنه جالس بالبحر لأنه قائم ضمن البحر. بجانبها أيضا كان ميناء يسمى ميناء الإزاز،
كل الفلايك والزوارق والمراكب الصغيرة الخاصة بالصيادين كانت تأوي إلى هذا المكان، إلى هذا المكان، وهو أشبه بخليج أو جوني كما يسمى. تبدأ بعدها سلسلة من المطاعم سلسلة من المطاعم والمقاهي، منها كان مقهى ومطعم فينيسيا، مقهى الأغبان ومقهى رشو، ومقهى مطعم هارون، ثم الكازينو أو ما يطلق عليه الآن نادي النقابات المهنية. إضافة إلى ذلك، بعد عند بقرب جانب الكازينو كان هناك حديقة تسمى حديقة البطرني، ما زالت هذه الحديقة قائمة. والبطرني هو كما هو معروف هو أحد أمراء البحار أيام الملك الظاهر بيبرس، قال إطلق عليه اسم أبو علي البطرني. الحديقة هي كانت متنفس الوحيد لأهالي مدينة اللاذقية، لأن هناك كان حديقة في وسط المدينة في منطقة الشغظاهر. حديقة البطرني اللي هي متنفس الوحيد لأهل مدينة اللاذقية كانوا يرتادوها بعد العصر أو ما بعد المغرب، وحتى وقت متأخر من الليل يحملوا إليها بسط وحصر وما شابه ذلك، ويتناولوا فيها مأكولاتهم. بجانبها كان يمتد باتجاه أيضا للجنوب مستودعات المرفع. أيضا قبلها كان هناك مجموعة من المقاهي والملاهي الخاصة بالبحارة، أنا أذكر منها المقهى الخط الأسود ومما أذكره، لكن هذه المستودعات أزيلت أيضا يوم تأسيس المشروع توسع اللاذقية. مشروع توسع مرفا اللاذقية، الدولة سعت إلى إيجاد بديل لها من خلال الكورنيش الجنوبي الذي نراه الآن أمامنا. هذا الكورنيش، قبل ما أدخل في الكورنيش الجنوبي راح بحكي عن الطرف المقابل. طبعا الكورنيش سمي في أيام الوحدة في وحدة سوريا ومصر عام 58 باسم شارع الرئيس جمال عبد الناصر. الطرف الثاني منه كان هناك سلسلة من الفنادق الموجودة، ما زال البعض منها مثل فندق السفراء وفندق الجندول، أيضا فندق الجمال. ايضا اضافه الى ذلك كان هناك ايضا على ذات الجانب المقابل لكورنيش اللاذقية الغربي معمل اسمه معمل فستق العبيد، طبعا هو يحد ما بين حي مرتقلي والكورنيش او البحر، كورنيش البحر. الحقيقه الدوله سعت لايجاد بديل للكورنيش الغربي وهو الكورنيش الجنوبي، وهذا امر ساعدت عليه تضاريس الجغرافيه اللاذقيه لانها تدخل ويحيط بها البحر من جهات ثلاث. هذا الكورنيش الغربي الجميل التي سعت الدوله الى تاسيسه وتحديثه من خلال شارع عريض مزين بالاشجار، في هناك جزيره وسطيه ما بين الذهاب والاياب، وايضا هناك سلسله من المطاعم الجميله جدا على هذا الكورنيش. إضافة إلى ذلك أنه أهالي المدينة أيضا هو بالنسبة لهم ملجأ ومكان للسباحة والرياضة، ويعتبر أيضا رئة تتنفس منها أهالي اللاذقية نظرا لجماليته والبحر الذي يمتد أمامه بأفق غير متناهي، جميل جدا. هذه الصخرة بالواقع اسمها صخرة العشاق، لكن حول اسمها الى صخرة الانتحار نظرا لقيام بعض الناس اللي اصابتهم حالة من اليأس والكآبة والملل والضجر، وبعض صديقاتهم الصبايا تركوهم ما كانوا يقبلوا بالزواج منهم، فيجوا على هذه الصخرة بدهم يعلنوا انتحارهم. طبعا ما حدث هذا الامر، لكن نظرا لانها شاهقة وعالية جدا فالصعود اليها يحتاج الى نوع من الجهد والتعب والمشقة. قديش ارتفاع هذه الصخرة؟ ارتفاعها بسيط جدا، يعني يتراوح بين ال 17 والـ 20 متر. هذه الصخرة كانت في احد المرات مضاءة، يعني كان في اضاءة، والكورنيش الجنوبي كله كان مضاء. ليس هناك أجمل من منظر قطرات المطر التي تتلاطم مع الأمواج ورائحة القهوة التي تفوح بين المارة، تشدك للبقاء في المكان والاستمتاع بمشهد البحر المترنح. الكورنيش الغربي هون له رمزية خاصة عند المواطن باللاذقية حصراً، في هيك خصوصية خاصة بين الناس والكورنيش،
يعني بتشوفي عمره 60 70 سنه بيجي بيقعد، اللي عمره 20 عمره 15 بيجي بيقعد هون. في رمزيه خاصه للمكان، بتيجي العالم تشرب مشروبات ساخنه كابتشينو ميلو زهورات قهوه، فبتتمشى بتروح عن نفسها بتاخذ راحتها بالمكان، بتقول بالقلب هيك في العالم ترتاح هون. ممكن البحر رمزي او منظر السفن هيك، العالم بتحب تتفرج وبتحب تشوف. العالم مثلا بالشتويه بتحب مثلا انه تيجي على الكورنيش على جو البحر، ما جو البحر مثلا بيقعدوا بيتسلوا، يعني في حد في عالم بترغب لهيك شغله. وهلا الجو بشكل عام يعني حلو دائما، عرفت شو، حتى الاطلاله يعني بكون هيك العالم بيرغبوا لها اكثر. شو المشروبات اللي بتقدمها هون؟ ثلاثه بواحد، ميلو كابتشينو قهوه زهورات كمون، يعني هيك شغلة. بحب اتمشى تحت المطر، بحب البحر، بحب هيك اسباح هيك. البحر هيك فيه له طابع خاص بالشتاء يعني حلو، ايه بحس حلو هيك، حلو تصور فيه هيك، تصور فيه. كورنيش الغربي تاريخ بالمحافظة بآثاره بالمرفأ وبأجواءه الحلوة ومنطقة سياحية تعرف يعني، وبقصد الزوار من كل المناطق والمدن وال تعتبر قبلة الساحة، قبلة الشرق الأوسط بجماله وبتاريخها المشهود به. المنظر بيغني عن الحكي، المنظر والأجواء الجميلة اللي شايفينها، حتى لو مطر لو كيف كان الأجواء فكتير حلوة. هناك بعض المأكولات الشتوية المعروفة في المنطقة التي تنتشر على الطرقات كالفول والذرة وغيرها، وتكون مصدراً للدفء في مثل هذه الأجواء الشتوية. والبحر المترقب لما ترسله له السماء. انه بيع فول وذرة بالكورنيش الغربي. كثير مطلوبه هاي الاكلات بالشتاء. يعني بالشتويه الفول طيب بالشتويه. العالم كلها بتغرغب عليه بالفول. ايوه، وشو كمان بتقدم غير الفول؟ فول وذرة وترمس وقهوه وشاي، مشروبات ساخنه وبارده. بتشجع انه عشان بيجوا العالم على الكورنيش بياكلوا فول سخن بالشتويه. هاي صيف وشتاء دائما مليان، خصوصا نهار الجمعه، العالم كلها بتجي لهون.